يلا ما هاي اليوم طلعنا بمطالب هي مكملة للي طلعناها قبل سنة. المطالب هي ما زالت لم تحقق، حققنا جزء منها، بقى انه نكملها، بقى انه نحصل على الوجه الكامل اللي طالبنا به. واحدة من اهم المطالب هي قانون الانتخابات، قانون الانتخابات اللي طلعنا وردناه، ومثل ما يدري الجميع انه طلعنا على مدرة قانون حسب الدوائر المتعددة الصغيرة. صار القانون دوائر متوسطة وتم تقسيمها البارحة. صراحة هو القانون ليس نعطي درجة امتياز، نعطي جيد، هذا التغيير وحده كافي، بس بنفس الوقت نسعى للأفضل، وأنه نريد تقسيم يكون أكثر إنصاف وأكثر أقل تحزبا من القانون اللي انطونا اياه. ثورة تشرين غيرت مفاهيم عديدة، هواي يقولون أنه ثورة تشرين ما سوت شيء، ثورة تشرين يعني ما سوت كل المطالب اللي طلعنا عليها. أنا بالعكس أختلف جدا، أنه ثورة تشرين زادت الوعي عند الناس، خلقت جيل جديد، أنه ثقافة الاحتجاج وثقافة التظاهر هاي ثقافة تنبني على أعوام عديدة. لذلك إحنا من انطلقنا اليوم هواي شباب انزرعت بهم بذرة الاحتجاج، بذرة التظاهر، بذرة الخروج السلمي. فكرة الخروج السلمي هي لوحدها هاي رسالة قوية تفيد أنه التظاهر إيش قد قوية. فكرة أنه هواي مطالب، أنا بالنسبة لي أنه قانون طلعنا ردنا إقالة رئيس الوزراء السابق وتم إقالته، قانون الانتخابات تم تغييره مجبرين، إضافة إلى ذلك قانون المفوض المفوضية تم تغييرها، وكل هاي أنه حققنا من خلالها أنه إنجازات تنحسب التشرين، وتشرين ما زالت مستمرة. إن شاء الله نتمنى بقانا أنه حصر السلاح بيد الدولة، وإضافة إلى ذلك أنه محاسبة قتلة المتظاهرين. إذا مو اليوم باكر، وإذا مو الباكر بعد سنة، المهم أنه هي راح تتحقق أول تالي، والعدالة موجودة دائما. نجتمع اليوم في هذا التجمع السلمي من أجل التأكيد على مطالب المتظاهرين من قبل سنة ولحد الآن، رغم أنه حقق بعضها ولكن ليس بشكل اللي مطلوب. احنا كنا رادين قانون انتخابات يكون منصف وعادل، اليوم الحق نقول احنا حصلنا جزء من مطالبنا، ولكن المطالب الاساسيه الاخرى، احنا عندنا مطلب اساسي بموضوع كشف قتله المتظاهرين، يعني جريمه الوثبه اللي حصلت رغم رفضنا القاطع لها، لكن استطاعوا ان يكشفوها خلال ساعات، وحكم حسب ما عرفنا على المجرمين بها بحكم الاعدام، لكن باقي قتلة المتظاهرين لم يكتشفوا لحد الان، رغم انه القضيه لم تكن بذلك التعقيد اللي حصل في ساحه الوثبه. اذا القضيه هي قضيه مرتبه بانه لا يكتشف قتلة المتظاهرين. القضيه الاخرى هي محاسبة الفاسدين. اليوم لحدنا بعد مرور سنة من التظاهر، وبعد مرور كم شهر على تحقيق على حكومة القائد الوطني اللي طرحت حكومة الكاظمي، ولكن لحدنا لم نجد أي فاسد حكم أو أخذ القصاص منه. إذن نرى أنه لا زالت مطالب انتفاضة تشرين لا زالت بعدها موجودة ومطالب بها وبقوة، ولكن نؤكد نحن كمتظاهرين سلميين على أنه السلمية هي أساسنا، رغم ما يدور حولنا من عملية دفع باتجاه العنف. فقط نبين عن احتجاجنا السلمي الرافض لما يجري الآن بالسلطة والأحزاب الحاكمة. حقيقة البلد الآن يمر، وخصوصا بعد ما شفنا الأزمة الاقتصادية اللي مرت بالبلد وأزمة الرواتب، نرى أنه الحساب يجب أن يكون دقيق، ويجب أن نعمل على تنظيف المجتمع والحكومة من كل أذران السلطة وفساد السلطة. اليوم البلد في أمس الحاجة إلى التغيير، وما نطالب به نحن في تظاهراتنا السلمية منذ عام 25 تشرين 2019 ولحد اليوم، نحن لازلنا نطالب بنفس المطالب، وهي تحقيق حياة حرة كريمة لهذا الشعب المظلوم، الشعب الجريح. اليوم قاعد نحس أنه إحنا قاعد نتجه نحو المجهول، كرة الثلج تكبر وتتحرج نحو الأسفل،
بضياع مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل وطننا بفعل هذا الفساد اللي قاعد نمر به من خلال هذه الطغمة الفاسدة من الأحزاب والحكومة اللي للأسف لم تكن على مستوى الطموح. نتمنى إن شاء الله أن تحقق وستحقق مطالبنا بالمناسبة، لأنه إصرار الشعب لا زال وسيبقى من أجل تحقيق مطالب ثورة تشرين إن شاء الله. نستذكر طبعاً إحنا أهالي كربلاء والمتظاهرين هذا اليوم المهم اللي خرجت فيه التظاهرات يوم 25. طبعاً مثل ما تعرفون أنه يوم 25 بالعام الفائت خرجت العديد من المتظاهرين برؤى مختلفة وأفكار مختلفة حول الاحتجاج. اليوم إحنا الآن صار أكو بلورة لأفكار المحتجين واختلاف لأفكارهم، وبالتالي صارت أكو رؤى مختلفة حول مستقبل الاحتجاج. إحنا كمحتجين طبعاً نعتقد بأنه يجب أن يتحول هذا الاحتجاج إلى عمل منظم، ويكون أكو هنالك تنظيم في عملية تطور هذا الاحتجاج، وبالتالي أكو بعض الأشخاص في التظاهرات ذاهبين إلى إدامة عملية الاحتجاج عن طريق العمل السياسي أو عن طريق العمل الاجتماعي ذو الأهداف السياسية، أو إبقاء عملية الاحتجاج شاخصة أمام أبصار الجمهور العراقي. طبعاً إحنا نعتقد بأنه الحكومة العراقية والأحزاب تحت ضغط المتظاهرين حققت العديد من المطالب، من ضمنها قانون الانتخابات والمفوضية، ولكن نبقى نطالب بالتحقيق العادل بقتلة المتظاهرين من يوم 25 العام السابق ولحد الآن، ونتأمل بأنه تلتزم الحكومة بهذا الموضوع وأنه نكمل ما خرجنا من أجله بتحقيق التغيير السلمي في العراق. إذا أردنا نوصف هذا اليوم الوصف الحقيقي فهو يوم العراق الحقيقي. تمر الذكرى الأولى على ثورة تشرين، هذه الثورة اللي حققت نسبة كبيرة من مطالبها، هذه الثورة اللي انتفض من خلالها الشعب العراقي يقول كلمته أنه هو ضد السلطة الفاسدة، ضد الأحزاب الفاسدة، ضد كل المسؤولين اللي لا يقومون بدورهم في على أكمل وجه في هذه الدولة. الشعب قال كلمته وهو يعاود من جديد ويستمر لمدة عام كامل من الاعتصام، من الاحتجاج، من التظاهر السلمي من أجل أن يقول الكلمة الحقيقية، وهي كلا للفساد، كلا للأحزاب، كلا للحكومات الفاسدة اللي تستغل وتسرق حقوق الشعب. فمن جديد نعاود الكرة، يعيش الشعب العراقي في هذه الذكرى المجيدة واليوم العراقي الحقيقي. بعد مرور عام على الثورة، صحيح أن الثورة حققت نسبة كبيرة من مطالبها، ولكن للآن لابد أن تحقق المطالب الحقيقية والجذرية مثل التعديلات الدستورية. والمطلب الأهم اليوم، كل الساحات العراقية في هذه الذكرى تنادي بهذا المطلب، وهو محاسبة قتلة المتظاهرين. أكثر من 600 شهيد راحوا ضحية هذه الاحتجاجات وقدموا وضحوا بأنفسهم من أجل الاحتجاج، ومن أجل أن نحصل إحنا اليوم اللي إحنا أحياء في هذه الساحات على حقوقنا. فمحاسبة قتلة المتظاهرين، التعديلات الدستورية، التعهد بإجراء الانتخابات المبكرة بوقتها، هذه هي المطالب الحقيقية اللي خرج الشعب العراقي من أجلها. سلمية سلمية سلمية، طلعنا مظاهرات وفاتت أسابيع وفاتت أشهر، واليوم ذكرى سنة 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 زمان، والذكرى السنوية للمظاهرات الشريفة والمناظرة من أجل العراق وتربة العراق، ومن أجل القضاء على الفاسدين، الأحزاب الفاسدة اللي سرقت أموال الشعب. فإحنا مظاهراتنا سلمية، وكرر أقول فاتت أسابيع وأشهر، كل مطالباتنا ما حد ما حققها حتى شيء جزئي، ما يعرفون إلا النهب والسلب.
اخر شيء باقوا 6 مليارات مقروضه اخذناها تقرض من اجل الرواتب حتى باقوها زين. بعد ان ما تنتظر حتى البنك المركزي بعد ما له ثقه بينا ولا له ثقه يعني ما انهم ثقه بينا يعني اقصد الاحزاب ما لهم بالشغل هذا ولا لهم. فعلى السيد الكاظمي هو يعرف السياسيين ويعرف الاحزاب ويعرف قتلت الابطال المتظاهرين الشباب يطلعهم واحد واحد ويحاسبهم ونريد انتخابات نزيهه شريفه باشراف الامم المتحده بدون الاحزاب بدون الحراميه ونريد وطن ما بيه حراميه. حسن كريم الشعماني ونشرب بيكم ونعم الله عليكم وثورتنا سنية وإن شاء الله مستمرة إلى الانتخابات، انتخابات حرة، انتخابات ديمقراطية ما نريد فيها الأحزاب. فلتسقط الأحزاب، تسقط الأحزاب وتسقط إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطنة أم وسام من أهل كربلاء المقدسة في ساحة العز في ساحة كربلاء المقدسة. جينا بهذا اليوم يوم 25 نجدد العهد للعراق وللشعب، نقول لهم احنا ما ناسين شهدائنا، جينا نطالب بشهدائنا الذكرى السنوية مالتهم. لحد الآن أي حقوق ما منطيهم. نقول للسيد الكاظمي لحد الآن أي شهيد ما أخذ حقه بصورة صحيحة، نطالب بدم شهدائنا اللي سقطوا من أجل الوطن، من أجل العزة والكرامة. لحد الآن ليش شهدائنا حقوق ما إلها؟ ليش الشعب هذا البنية التحتية عندنا هنا منهارة طبعاً بالعراق وبكربلاء. الصندوق النقد الدولي يطلب العراق رواتب ماكو للباقي الموظفين، الرواتب جاية تتقطع. أريد راتب للمواطنين بصورة صحيحة، أريد زيادة للرعاية الاجتماعية، أريد العاطلين عن العمل، أريد لهم حقوق، للخريجين أريد لهم تعيين، أريد للخريجين المهندسين أريد لهم تعيين. لحد الآن لا تعيينات، لا للطلبة يعني رفاهية، لا كل شيء بالعراق ما متوفر مثل باقي الدول. أريد أصير إحنا مثل باقي الدول. ليش إحنا واحد؟ هو العراق بلد غني بالنفط وبلد يعني عظيم وبالثقافة، بلد حامورابي من هذاك العصر لهذا اليوم. ليش العراق من باقي الشعوب يعني ما متساوي الشعوب؟ ليش احنا نريد شعبنا يتساوي ويا الشعوب الغربية وقارة آسيا وأوروبا؟ أريد شعبنا العراقي يترفه، كافي بعد تعب الشعب العراقي، تعبوا كافي بعد. رسالة إلى السيد الكاظمي أن ينظر نظرة عفوية للشعب العراقي. اليوم احنا طلعنا ضد الطغيان وطلعنا قبل عام وجينا نجدد العهد ويا العراق والشعب، ونبقى ما نصمت كلا للتفويه هذا، كلا هذا للتفويه، كلا يعني احنا باقين نتكلم مهما يكون الزمن، مهما يطول الزمن احنا باقين نتكلم ضد الطغيان. فكفاكم استخفافا بالشعب، انا نقول كفاكم استخفافا بالشعب. يا قبة البرلمان يا حكومتنا رشيدة، كافي استخفاف بالشعب. ترى الشعب يجي يوم ها يثور ثورة أقوى من هاي الثورة، لأن بعد ما عنده صبر الشعب بعد ما عنده صبر. كافي تلخفون بدم الشعب، كافيكم ترسل البنوك الخارجية وترسل العراق بيوت ومحلات وسوبر ماركتات وأشكال وألوان وفنادق، وهذا الشعب المسكين ليش تاكلون حقه؟ مو مدوم لكم، والله مدوم لكم، ما دامت قبلكم تموت ملوك ويستخلفون غيركم، مدوم لكم. احنا نقول مدوم لكم، انا كمواطنه بسيطه اقول لك مدوم لك يا برلماني، كافي
يا حكومتنا الوشيدة، الشعب خلص رصيده. الباع الوطن والناس لا لا ما نريده. الباع الوطن والناس لا لا ما نريده يا حكومتنا الوشيدة. كافي بعد. مع تحياتي للمشاهدين ولقناتكم الموقرة. بعد مرور سنة على ثورة اكتوبر او ثورة تشرين ما زالت مطالبنا محافظين عليها وما زلنا وما عدنا نريد وطن، لكن بالطرق السلمية وبالطرق اللي تضمن ان ناخذ حقوقنا باكثر طرق سلمية ودون ان يروح ضحايا او دون ان اذي احد. هواي مطالب تحققت وهواي مطالب ننتظر تتحقق. ننتظر لحد الان اكمال قانون الانتخابات، والاهم من قانون الانتخابات ومن كل المطالب اللي ننتظرها هي محاسبه قتله المتظاهرين اللي لحد الان ما شفنا اشياء ملموسه من قبل هذه الحكومه الجديده. اللي ننتظر ونتامل انه تحاسب قتله المتظاهرين ثوره اكتوبر. بعدنا نريد وطن لكن بسلميتنا المعهوده. Продолжение следует...